شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان سلام ربي ذا القرآن في اللون كراويد اسم حسيسني هذي ولت والسيا فعنا كرا الأمور يتقنن غرمطان دل مسلي في الحاجة قلنا فعنا الكفارة يعني تكفارة يعني العبد ذي زومن يعني 60 يوم يعني تكفارة 60 يوم تكفر شهرين من هذو يعني في الناس تكفر كانوا لشعار القضاء يعني 60 يوم كانوا رنا ريون وسن يومين يخلت يوم وسن يكتقر مطان وإنما اللي خمت كفر كانوا حس من هذو يعني من أكره غيره على الفطر وإن كل ما شغل يدمر فلان وكني أذيت شهر مطان أذيت سنة أذيت شنيا الحواج نطنين المفطيرات مثلا وإن أردي دمر نطان طويتيس الخامس يعني كل عيالي صغا كني تشني غات السو نعم دا شي في اللاس نتا في اللاس القضاء ما الا نتا في اللاس الكفارة ما الا ذي الماكلة غير دمريت غا الماكلة مي دمريت غا الماكلة اللي غاتي سي تتسيغي اللي غاتسو سيغي اذا دا شو تمطو ثائنيا تمطو تيس اتسرم طان كان يون وسني ماذا نتا انا ذي صوم 60 يوم 60 يوم برك وريت السنة 30 سنة ونستشكل. ولكن إذا كان الإكراه في الجماع أي والله ذا شيء في اللس وإنه ورقزيني في اللس القضاء عليه القضاء أذر السنين يسنسن تمطيثي ستسر ينوى سني وفي اللس انت كفارتان أذر يعني دينيني 120 يوم 60 و60 ماشي الحال قلنا يعني سهلة إثم الاعتداء على حرمة رمضان على حرمة رمضان فبالتالي الإنسان ينتبه ويعلم ماذا يفعل يعلم ماذا يفعل كذلك المسلم يسمى إثم في الفذية الفذية عينيا وين نعرض هذه يعني شو الذي سهزين يتوتر يكره والسنة رمضان سقسا يجر يعني لا ميديك شمر رمضان يتي وري الرلا يلوح قد رمضان تاني توتالي رمضان يعدا ينواس يومين ثلاث ايام اذا نادي زوم رمضان ني في زوم باك مردي فك اذير ذا شو السنة توتالي رمضان يعدا نكني اذير ماشي وادي سوفوغ الفضية في كل واس قساني كريم وكيس قساني ما الى ثلاث ايام ان يطعم زال ثلاثة المساكين ما الى خمسة خمسة وهكذا ثانية في مخصوص تينيك سوطوطن إنا كده شي ثانية تسوى تاليق الفذية في مخصوص توقد في الميس توقد السيارة حويف كيه إذا انت يعني ثانية أتفذو أتما أتسرى السنية تشاكينية وفي نفس الوقت ثانية تخدم الفيدية نعم والعلماء ذا يفرق نقار نتينا نقلان ذا النفاسة وفتيد الحال استاذيس نتينيك سوطوطن ما تيني قلان استاذيس أتسركان وخدم على الفدية ما تينك السطوط خاط إلا قد سر وترنو الفدية لقى نفرق ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف قال نتيني قلان ستاديس تيني قلان السطوط إني قلان ستاديس أتسركان السني بين الطبيب والزمارة از مرحلة سطورتي ماني ميز مرحلة سهل كتمي مقع بوطي من يقاتي لقارت زمط إذن أوت زمارة وتشفوفو السني غيت شاكني ومن بعدك أتا أهنتر بلا الفذية بصح تينيك السطوط الخاطئ إلا قد شفو في السنة ما يتشاغك النية السنة السطوط ومن بعد كترنو أتفدو في كل يوم وس والسنين هذه بارك ربي زيون وغي جعل ربي من الذين يستمعون القول فيتبعوا لأحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.